اسوي؟ قاعد اسوي بينك باستا بس بالطريقه اللي مو سهله، اللي اسهل من السهاله. احنا ذاك المره حطينا لكم البينك صوص شلون تسوونه، بس انتم تبون طريقه اسهل. حار شو اللي مساعة فرمناه زين، هذا كله مع بعض، طماط ثوم وبصل كله مع بعض. احتاج ملح، فلفل اسود، كريمه الطبخ كديدي، صلصه بريغو، معجون طماط وموزاريلا. وتابعوني. نسيت هذا البطل ممتاز، واكثر من مره اقول لكم عنه، سواء مال ماجيك اللي هو حق البيتزا والباستا، او هذا، الاثنين ما يتخيرون عن بعض. على النار نحط كل هاللي طحناه بالمطحنه هذه، هذه موجوده، تبون الغالي تبون الرخيص، في موجود كل الاسواق الشعبيه، بس تبون واحده قويه اكو في ليكلان، في يسمونه التوفاليو، هالمحلات هذه تلاقونها، بس اخذوا القوي عشان يعني يعمر معاكم، فيها شفره وتحركون هذه وتفرم لكم. المهم شنو هذا؟ قلنا طماطري، بصل، وثوم كله مع بعض، ماكو مقدار، على حسب كمية الباستا اللي عندكم. يعني خلينا نقول على كميتنا احنا، هذا قوت الباستا، طماطة عودة، بصلة واحدة متوسطة الحجم، وفصين ثوم. زين؟ يلا. الحين بس نتحمر شوية. نعطيكم الطريقة السهلة ونعطيكم اللي يعني على أصولها، وأنتم كيفكم. شوية من ما يسلق الباستا، لا قدر الله تكون شوية الصوص ثقيل، أزود فيه، أوكي؟ يقولون لي بهار العلب البهارات، تقولي من إكيب، إحنا إكيب، أنا من زمان ما أخذتهم، عاد ما أدري شنو اللي صار، انقطعوا، صار فيهم كورونا، ما أدري، بس أنا ما أخذتهم من إكيب. المعجون الطماط نستمر بالتحريك. صدق هذه سهله، تبون اللي الشيء على اصوله ايطالي وما ادري شنو وكذي، هذه في باستا كويتيه على السريع. هذيك اللي سويتها قلت لكم طلعتها من موقع ايطالي، هذه لا مختلف. نحط من بهارات البيتزا مع الباستا، حطيت لكم صورتها، وايد حلوة. شوية ملح، وايد فلفل أسود، على نفس قفشة بس. صلصة البريغو التقليدية اللي هي تراديشنال، مو اللي فيها مشروم، مو اللي فيها مشروم، لا هذه، أوكي؟ تقريبا نص قرشة حطينا. أبو صلصة ثانية أنا، بس أنا أفضل البريكو. بضيف شوية من ماء الثلج، مو وايد، عيالي يحبون المعكرونة صوصها زايد، عرفتوا؟ الحين راح نحط علبة كاملة من كريمة الطبخ KDD، منتج كويتي. حطينا الباستا، الحين ما حطينا الجبن. يعني ساعات طلبات خليها هي اللي تحكم، يحبون هذا النوع، اذا ماكروني في باستا لازم هذا النوع او الفني. اول شيء نخلطه عدل، بعدين نحط عليه جبنة الموزاريلا ريزيدن طبعا. الحين طبعا فتحت على روحي الأسئلة، هذه من وين؟ وش قصتها؟ وش لون؟ هذه كرامة محضرة طعام بس ما يدوية، شوفوا فيها شفرات، أحط من هني وش أسوي؟ أسوي معنا تتحرك الشفرات تفرق، أوكي. إنزين قلنا لكم في الجود كواليتي القوي من أنا شايفته بليكلاند، شايفته في تافولا، في محلات ثانية تلاقون، إنزين ما أدري، بس انا شو اقول هذه عليها دوس خاصه، اللهم بارك ايديات رزيقات بالجوغين، زين فولاد اللهم بارك، فبالتالي لازم اجيب نوعيه زينه عشان تقاوموا وياهم.
يعني اذا الله كتب ان شاء الله ان شاء الله وصفينا جنطه سعد بيمشي حق السفره باذن الله. اول ما راح احط له هذه حق الطلب المغتربين والام العامله، صدق تنفعهم. اللي لاحظني او تابعيني من العام يوم اروح اقول اخوي بكاردف وديتها معاي عشان شنو؟ اقصص واسوي، ممتازه تنفع تنفع، يعني كنت جايبه وحده تساعدك. اوكي؟ طبعا اللي عنده الفود بروسيسر خلاص هي تغني، بس هذه حق شيء بسيط بسرعه ممتازه. مثل ما قلت لكم موجوده بكل مكانها. هذه اعتقد ان انا اخذتها من تفولا. زين، شو نسوي الحين؟ راح نحط نص. اوكي؟ ونص بالنص نحط الموزاريلا. كذي انا اسويها، اللي حالي يحبونها كذي. اوكي، بعدين ارد عليها. احط الطبقة الثانية. تطلع. هذه قلت لكم باستا اللي اسهل من السهالة. كذي. وهم بعد فوقها يعني مرتين جبنة. وانتهى الامر.